هناك على ضفاف البوسفور يرسو بفخامته وأناقته قصر سيد الأسياد المسمى بتركيا بيلار بي سراي، واحد من أشهر قصور إسطنبول في عمق منطقة إسكودار في الجزء الآسيوي. وعلى أنقاض قصر محمود باشا الذي تعرض للحريق ودمر بشكل كامل، أقيم القصر ليشكل نموذجاً في فن العمارة العثمانية. حديقة كبيرة تحتضن القصر، تأمل الصورة وجمالية المكان. بأمر من السلطان عبد العزيز بني هذا القصر، وقد استخدم آنذاك كمصيف ودار استضافة للسلاطين العثمانيين. ثم استخدم القصر كمتحف في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وكان مخصصاً لزيارة رجال الدولة الأجانب بشكل خاص. أعيد استخدامه كقصر لاستضافة الضيوف والوفود من الدول الأجنبية في عهد الجمهورية التركية الحديثة التي رأسها مصطفى كمال أتاتورك آنذاك. إذا أردنا أن ندخل إلى داخل هذا القصر، فأبرز ما يقال هو الديكور الفخم الكلاسيكي الجميل. تم بناء قصر بيلار بي في القرن 16 في عهد السلطان مراد الثالث، وكان الغرض من بنائه هو أن يكون مصيف أو استراحة مصيفية للسلطان. بعد ذلك في العصور التالية تم انضمام القصر إلى الأراضي المخصصة للسلطان. تم بناء مقصورة مصنوعة من الخشب منذ القرن 19، وذلك في عهد السلطان محمود الثاني. بعد ذلك حدث حريق أدى إلى تدمير المقصورة الخشبية. كما يعرف قصر بيلار بي كقصر مخصص للسلطان عبد العزيز، حيث قام ببنائه وإعادة تعميره مرة أخرى من قبل المهندس المعماري سيركيس باليان، وذلك بمساعدة أخوته. تم استخدام القصر في عام 1865 كمصيف مخصص للسلطان عبد العزيز وأسرته، وأيضاً يعد الآن مكاناً مخصصاً لاستضافة الضيوف الأجانب. تم استضافة بعض من التماثيل وبرك المياه عند الحديقة التي تحيط بالقصر. تتميز من الداخل ببركة كبيرة والعديد من الغرف، حيث يحتوي على أكثر من 25 غرفة. فهناك قسم مخصص للسلملك وقسم مخصص للحرملك، وأيضاً هناك قسم آخر لغرف الأميرال، ويوجد غرفة مخصصة لوالدة السلطان وغرفة طعام وغرفة استقبال. كما يتميز القصر باحتوائه على صالون لونه أزرق مميز. تتميز أيضاً حديقة القصر باحتوائها على عدة مقصورات تعود لبعض من السلاطين، وهي مقصورة تم بناؤها من الرخام تعرف بمرمر كوشاك، ومقصورة صفراء تعرف بساري كوشاك تعود للسلطان محمود الثاني. كما يوجد مقصورة أخرى صفراء تعود للسلطان عبد العزيز، ومقصورة مخصصة لخيول السلطان. لبرنامج هلا اسطنبول.